عشان يعملوا التوكيلات. وتم يوم السبت كان عندنا 152 ألف توكيل، منهم واحد جه من الأقصر لمطار القاهرة، استلمت منه 1200 توكيل وعاد. التوكيلات بعد ما فرزت كلها واتعملت في سيديهات، كلمت سيادته على انه يوم الاحد. بس في ملاحظه صغيره قبل ما نسيبها، المليونيه كانت يوم جمعه. ازاي صار في توكيلات يوم الجمعه؟ الشهر العقاري بيكون قافل يوم الجمعه. لا سيدي، كانت مفتوحه، كانت مفتوحه، كانت مفتوحه يوم الجمعه في العباسيه ومفتوحه في القربه. حضرتك اسال. لا انا صادق. لا انا ليه مش كانت مفتوحه؟ ليه كانت مفتوحه؟ ايام الرئاسه كلها. اوكي اتفضل. تمام. يوم السبت ارسلنا لسيادته السي دي اللي فيها كل التوكيلات راجعها. يوم الاحد اتصلنا بالتامين من بيته لحد ما يوصل لجنه الترشيح للانتخابات، فقدم وجمعنا الصناديق ونزلت وتوكلنا على الله. بعد كده فوجئنا ان ناقص 31 توكيل من اسيوط، وده اعجاز يعني مش ممكن علينا. بعت لهم 415 توكيل برضه رفض. احب اقول لحضرتك حاجه، ان محمد مرسي عين رئيس الجمهوريه ولم ينتخب رئيس جمهوريه. وعندما تظهر نتيجه التزوير اللي حصلت، لا هلا في كلام تاني يقال. ما انا اقول لحضرتك كلام تاني يقال في هذا الموضوع. عندما في كلام يقال انه لما اتخذ القرار بالشيخ حازم ابو اسماعيل فكان لابد من ان يكون في المقابل شخصيه اخرى، يعني عدم السماح لخيرت الشاطر ولحازم ابو اسماعيل من الترشح، كان يجب ان يكون هناك شخصيه اخرى بالمكان الاخر. بس دي مش عداله. فتم الاتفاق ان يكون عمر سليمان. مفيش اتفاق نهائي. بعد الفاصل ماذا سيقول الكاتب الصحفي محمد الباز عن العقرب السام؟ ابقوا معنا.